النهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا وهو هبوط عضلة القلب. وهبوط عضلة القلب احنا كنا زمان كنا بنشوفه حاجة واحدة، ان هو يحصل ضعف وتمدد في عضلة القلب، ان عضلة القلب مش قادرة تضخ كمية مناسبة من الدم اللي هي بتوصل الدم للأعضاء المختلفة زي المخ والشرايين الموجودة في العضلات وتشغل الكلى تخلي الإنسان يقدر يقوم بعمله. ونتيجة ضعف عضلة القلب ده كان بيحصل أعراض احتقانية، لها احتقان الرئة، وإن الجسم بيبتدي يملى مية ويبتدي الشخص يجيله أعراض هامة جدا، هي أما إن هو في غير عدم القدرة على بذل مجهود، هيجان، العيان ده مش قادر ينام بالليل نتيجة احتقان الرئة، في صعوبة في النوم بالليل نتيجة إن نفسه مش مستريح. ولكن حقيقة حديثا اكتشفنا انه في ناس بيبقى عضلة القلب سليمة، ولكن مشكلة هي في قدرة عضلة القلب على الامتلاء بالدم اللي هو كنا بنسميه الدايستوليك هارت فيلير او هبوط القلب الانبساطي. ده يعني لهم الاثنين لهم اسباب كتيرة، اما طبعا او اكثرها شيوعا امراض الشريان التاجي مسؤول عن الاثنين، نتيجة ارتفاع ضغط الدم وهو ده مرض منتشر بين الناس كلها، في بعض الحالات اللي هي غير معلومة السبب، مرض السكر من أكثر ضحايا هذه المشكلة، وبالإضافة إلى أحيانا نتيجة عدوى فيروسية ممكن تصيب عضلة القلب وتؤدي إلى تدهور أداء عضلة القلب. أخيرا إنه في طبعا عدد كبير من الحالات لا بأس بها بيكون غير معلوم السبب وقد يكون نتيجة أسباب وراثية. طبعا احنا زي ما قلنا احنا بنشوف الحالات دي وبنعتمد في التشخيص طبعا أولا على تاريخ المرضي، وبعد كده بنقوم بعدد الفحوصات زي رسومات رسم القلب، تصوير عن طريق الموجات الصوتية، في بعض التحاليل المعملية اللي نقدر نعملها عشان نقدر نشخص بيها، في دلوقتي حاجة زي اللي بنسميها BNP أو بعض المواد اللي هي بيفرزها الجسم عشان يحاول يتغلب على مشكلة هبوط عضلة القلب. واحنا لما بنقيس نسبتها في الدم بنقدر نقول ان الحالات دي سببها او التشخيص بتاعها في قصور في عضلة القلب. ده بالاضافة طبعا لطرق التصوير المتقدمة زي استخدام الاشعة المقطعية والرنين المغناطيسي واحيانا القسطرة التشخيصية عشان اذا كان في مشكلة في الشرايين التاجية، وسائل كتيرة بنستخدمها عشان نقدر نشخص هذا المريض ونشخص اسباب اللي تأدت الى احتقان او ضعف عضلة القلب، وبالتالي بنبتدي نحدد طرق العلاج. طبعا طرق العلاج هتعتمد على الاساس، اذا كان المشكلة زي ما احنا قلنا سببها قصور في الشرايين التاجية بقى بنسبة كبيرة هنعالج مشكلة الشرايين التاجية، ارتفاع ضغط الدم بنظبط ضغط الدم، بالاضافة ان احيانا بنحتاج في اذا كان الجسم فيه احتباس للسوائل بنعمل مدرات للبول وبعض الادوية اللي بتحسن بتساعد على تحسين كفاءة عضلة القلب، سواء ان هي بتشتغل عضلة القلب نفسها عشان تحسن اداء او موسعات الشرايين والاوردة اللي هي بتساعد على تسهيل اداء عضلة القلب. في بعض التدخلات المتقدمة دلوقتي بتتعمل عن طريق اجهزة بيتم زراعة جهاز منظم لضربات القلب ومنظم لحركة عضلة القلب، جهاز بيتزرع تحت الجلد وبيتوصل اسلاك جوه بتحسن الأداء بتاع عضلة القلب، والحقيقة ده حديثا مستخدم وبقى يجيب نتائج كويسة. فيمكن الفترة العشر سنين الأخرانية أصبح التشخيص أكثر سهولة، العلاج فيه أكثر من وسيلة للعلاج، والنتائج الحقيقة أحسن كتير، ولكن يبقى زي ما بنقول أهم حاجة الحقيقة في علاج الموضوع هو الوقاية الأولية، إن احنا نمنع حدوث الهبوط عضلة القلب. بالتالي ان احنا بننصح ان المرضى دول يعيشوا بطريقه صحيه، يحاول ينظم الضغط، يمتنع عن التدخين، يحسن الاكل، يمارس الرياضه، اذا في اي حاجه من الحالات دي يحاول يتدخل ويعالجها بدري قبل ما نوصل لمرحله انه حصل تدهور في اداء عضله القلب سواء الانبساطي او القبضي. شكرا.